أنهت مستشفى قصر العيني الفرنساوي أعمال إنشاء عيادة خاصة بشأن علاج متلازمة ما بعد كورونا، وده لتقديم الخدمات الطبية للمتعافين من فيروس كورونا، سواء من المتلقين للعلاج داخل مستشفيات جامعة القاهرة أو من الخارج. الوحدة دي بتضم تخصصات عديدة أبرزها الصدرية والبطنة والجهاز الهضمي والأمراض المتوطنة، والهدف من عيادة متلازمة ما بعد كورونا تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأعراض والمضاعفات ما بعد التعافي من الفيروس. العيادة بدأت استقبال بعض الحالات لتقديم الخدمات الطبية. خلونا نفهم أكثر إيه هي متلازمة ما بعد كورونا ودور هذه العيادات. معانا عبر الهاتف الدكتور عمرو الحديدي مدير مستشفى قصر العين الفرنساوي. دكتور برحب بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. دكتور، ما هي متلازمه ما بعد كورونا؟ اولا حضرتك عارفه انه مريض الكورونا بعد ما بيبقى عنده بعض الاعراض المستمره، قد تكون بسبب مضاعفات من الكورونا او يكون بشكل عضويه او نفسيه. الفكره كلها انه المريض طالما اشتكى من مشكله بعد الكورونا، بعد ما بقى نفسه بقى سلبي، المشكله دي بعض التاثيرات اللي قد تحدث على القلب او الاوعيه الدمويه او الغده الدرقيه او الكبد او الجهاز الصدري. طبعا الفكره كلها انه المتلازمه دي بتستمر شويه، في ناس بتستمر فتره قصيره شهر، في ناس بتستمر ممكن لست شهور. دكتور، ايضا من ضمن المتلازمات، ويمكن كنا تابعنا تقارير وكان في يعني من الاصابوا تعرضوا لهذه المضاعفات، مساله التركيز والذاكره، هل دي برضو يعني ممكن اللي بيعاني منها ما بعد كورونا انه يتوجه للعياده؟ وهل حضرتك شفت حالات كده؟ ايوه، هو حضرتك طبعا القصه دي مهمه قوي، لكن هو احنا المفروض الدكتور موجود للاول بنشوف القصه او الشكوى الرئيسيه. اذا كان في هناك جزء نفسي فاحنا عندنا جزء العلاج النفسي موجود للحالات دي، لان في حضرتك عارفه كتير جدا بسبب كمان اللي هم اللي بيتحجزوا في المستشفيات بالذات بيبقى عندهم الحاله النفسيه بتبقى صعبه شويه، بالذات لما حضرتك عارفه قصه العزل وقصه ان ما حدش يشوفه وما حدش يشيله وانه اللي حواليه كلهم لابسين نظارات والبدل الخاصه بالعزل، فده غير خوفه من المرض طبعا، ده بيخلي المريض بيتحس نفسيته صعبه شويه، لانهم بيتحس بسرعه، عنده اعراض كثيره جدا، وبالتالي يحتاج ان هو يروح العياده يبحث الاول يتاكد ان مفيش حاجه عضويه قبل ما نقول ان ده حاله. طب يعني حضرتك تنصح باي اعراض لما تظهر بعد الكورونا انه الشخص يذهب للعياده يمكن لحضراتكم او يبتدي يعني يكشف يعرف فيه ايه؟ طيب بصي حضرتك، في بعض الاعراض بتستمر شويه بعد الكورونا، يعني من امثال كده ضربات القلب السريعه. ضربات القلب السريعه دي من الحاجات الشائعه جدا صحيح بعد الكورونا، وبالتالي المريض قد يكون بسبب الدور ان هو بيضطر دي، او يكون في مشكله فعلا او تاثير على عضله القلب او تاثير على الغده الدرقيه. حضرتك عارفه الافراز الغده الدرقيه لو زاد شويه بسبب ضربات القلب، ودي من الحاجات المهمه جدا جدا ان المريض يشوفها. الام الصدر، انا عايز اطمن برضه الناس، بس الام الصدر دي موجوده كتير جدا بعد الكورونا نتيجه الالتهاب اللي موجود في العضلات او ملوش علاقه بالقلب، لكن لازم يبحث المشكله دي في عياده بعد الكورونا، نتاكد الاول ان مفيش مشكله، نتعمل فحوصات نسبه فيروس بتقلل الوظائف الصوتيه على القلب، ومن ضمنها تسجيل 24 ساعه رسمي. دي حاجات مهمه ان احنا نقدر نشوف فعلا هل الالم ده مهم ليه مشكله فعلا ولا مفيش مشكله ان شاء الله. هل بعض الاعراض بتكون يعني موجوده لفتره وهتنتهي، ولا في نسبه كبيره بيكون سبب مشكله حقيقيه من مضاعفات كورونا يا دكتور؟ دكتور عمرو حضرتك معايا يا فندم؟ طيب احنا فقدنا الاتصال بدكتور عمرو الحديدي مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، يشكرك شكرا جزيلا.